الرحمن فصل شريف من إنجيل يوحنا الرسول. وقبل عيد الفصح كان يسوع يعلم أن قد حضرت ساعته لكي ينتقل من هذا العالم إلى الآب. فإذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى الغاية. فلما كان العشاء وقد خامر الشيطان قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه، إذ كان يسوع عالما أن الآب قد جعل كل شيء في يديه وأنه من الله خرج وإلى الله. وصب ماء في مطهرة وشرع ويُنشفها بالمنديل الذي كان متأزرا به، وينشفها متأزرا به. فانتهى إلى شمعون الصفا فقال له بطرس: أنت يا سيد تغسل لي قدمي؟ أجاب يسوع وقال له: إن الذي أصنعه لست تعرفه الآن، ولكنك ستعرفه فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل لي قدمي إلى الأبد. قال له يسوع: إن لم أغسل لك فليس لك معي نصيب. قال له شمعون بطرس: يا سيد لا تغسل لي قدمي فقط، بل ايضا يدي ورأسي. فقال له يسوع: ان الذي تطهر ليس يحتاج الا الى غسل قدميه، بل هو كله نقي، وانتم انقياء ولكن ليس كلكم. لانه كان عارفا بالذي يسلمه، ولذلك
ذلك قال ليس كلكم